انا عندي اختي تعيش لبرا، هبطت لي كهرباء، دونك كيما الناس الكل معناها زوايا ولا ناكلوا في الخبز، راهو ماناش لاباس علينا ولا كذا، هبطت لي كهرباء باش نسترزق به. به على اساس الكهرباء هذيا انا صبيت لها الدوسي نتاعها من الديوانه، مشى معناها نقولوا احنا معافي سليم، صبيته في السيرفيس ديمي. به خذيت انا اوراقي على اساس انا ما ندري على حد شيء، معناها ما انسان حتى بالحق، انا حتى بالفرنسي ما نفهم حتى ورق. هزيت الدوسي صبيته من الديوان لوزاره النقل اللي فريانا، دونك هزيت الاوراق صبيتها عملت لها معاينه واحد وخرجتها. جيت عندنا اشكاليه هكا في العائله، عندي عمي توفى وعمتي بيناتهم من 3 ايام، وقفت الكهرباء والاوراق طيشتها في الدار. نرجع انا من بعد يمكن من اسبوع هكاك الجمعه من زمان، نلقى هزيت الاوراق والدوسي اللي صبيته، رجعت للسيرفيس ديمي، قلت له راهي الكهرباء راهي نظام توقيتي، اعطوني كهرباء خالصه معناها ديوانه خالصه، معناها كي نجي انا نصلح غلطي وباش نمشي نقعد انا توا قداش 4 سنين ولا 5 سنين وانا نتبع، وزيدوا يوقفوا لي الكهرباء من 2019 نهار الانتخابات نتاع سي قيس سعيد 15 سبتمبر 2019 لليوم، احسب انت قداش الكهرباء عام ونص موقفه، وانا هذايا مطلب باسم المدير العام للديوانة، هذا التوكيل باسمي انا معناها مفوض باسمي انا كتبته لي اختي، وهذه الشكوى للمحكمه الاداريه ما جاوبونيش، ونعاود تذكير للسيد المدير العام للديوانة ما جاوبونيش. نجي اليوم انا باش نجي بعثوا لي يكلموني على اساس دقيقه برك اختي يكلمني باش نوريك النومر وانا نتاع السيد سي جعفر هذايا من الديوانه، ما نعرفش شكون هذايا. بس شنو باش يعمل هذا السيد؟ اجا خرج كهربتك، ما نعرفش على روحي محكوم غيابي انا، كيفاش تحكم علي غيابي ب 87 مليون؟ هي دي ماكس نتاع 40 مليون تقول لي 87 مليون خطيه؟ معناها ويجي يقول لك نتاع سيرفيس ديمي قال لك راه خطا مهني مني انا، نتحمل المسؤوليه انا معناها. الخطا المهني نتاع سيرفيس ديمي يتحمل المواطن، معناها انا 87 مليون ما يجوش حق، معناها تعرف شنو هي؟ ما تجيش دي ماكس اللي عندي انا ما تجيش حتى 87 مليون. نورمالمون انت باش تخدم بها باش تجيب تخدم بها وباش ناكل، معناها شوف معناها الدولة وين 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 مواصلاتك، معناها المسؤولين اللي في الدولة، معناها كل بيرو نمشي له انا في السيرفيس ديمي ولا في الديوانة ما يموش عليه بيك راه وقتي، معناها يكونكتي كذا برا يهز البيرو فلاني هابط البيرو فلاني، ومن بعد نجي اش نلقى روحي نلقى كرامتي انا مفكوكة عام ونص توا، وزيد نرجع اليوم بالذات معايا الاستاذه هيفا سلعاني المحاميه، اش قالوا لي؟ قالوا لي انت يا سيد محكوم غيابي ب 87 مليون. معقول هذا؟ هذا معقول؟ معناها انسان كهربته تتفك ما تاخذ كهربتك لما تخلص 87 مليون؟ غلطة شكون هذه؟ انا كي صبيتك دوسي في السيرفيس ديمي واعطيتك الوثائق معناها الاساس هي نظام توقيتي، رجعت لك انا ديكلاريتك، قاعدوا يمشوا فيا قريبة 4 سنين كل عام وعام. واليوم انا توا كرهبتي موقف على ذمة السيرفيس ديمي والديوان، وقالوا لي ما تمشي تعمل استئناف، انا ما سمعني حد، انا حتى كي مشيت لها تعرف شنو هي، وصلت لقيس سعيد مرتين ما دخلونيش القصر، يا ناس بجا ربي شوفوا لي حل، بربي اختي وصل لي صوتي انا، شوف لي حل انا في الموضوع هذا، شوف هي لا ترى الغلطه نتاعي انا ولا نتاع المسؤولين هذوما اللي يخدموا في الاداره التونسيه، راهم 721 كهرباء كارت كريز هكا مضروب مفسخ. اعطيني حل عائلات، معناها تعرف شنو عائلات؟ عائلات توا قاعده واقف، انا واحد من الناس بطل توا عام ونص وقاعد، الله اعلم شو نعمل، اعطيني حل. اعطيني حل. اذا كان تمشي اي مسؤول انت سوى صغير في الدوله ولا الفوق ما يسمعكش. كيفاش نسلم فيها الكهرباء نقول لهم كاو خذوها ما يسالش، هزوها السماحه خلي ياخذوها هما يقسموها عشان خلي يبيعوها يكملوا بها هما ايش ناقصين؟ يكملوا يقسموها هما اللي كادر ولا كذا، كم هكا هو هذاك اللي صاير في البلاد. هذه كهرباء محكمة إدارية جاو صدقني يا بابا يا بابا، هذه يا اختي شنيا هذه بربي راهو معاش، هذا شنيا بربي شنيا هذاك، انا اللي محكمة جاوبتها مشيت لسي قايس سعيد بالرغم سي هشام المشيشي عنده توا شهر من زمان هبط فيها معناها عفو عام في الـ في, الـ في الاشكاليه هذوما الكراه، ما جاوبونيش قال لي لا بابا انت محكوم 87 مليون، يا انا كرهبتي ما تعمل 87 مليون، يا فهموني انا شنو هي معناها وين نمشي، معناها انا مسؤول توا جيت توا خرجت من شارع مدريد قال لي برا اعمل استئناف، كيفاش نعمل استئناف؟ نعمل اعتراض هاك ما علمتنيش انا محكوم، قال لي لا بعثت لك، انا صدقني اختي ما جاتني حتى ورقه من الديوانه معناها ولا مراسله لدارنا ولا العنوان نتاعي،
حتى توا ولد عنا توا معناها ترقيم فريانة، كانت عندنا بلاصة مهمشة شوية، توا دخلها كياس وتولى الترقيم وكذا كذا، عندها توا من 3 شهور. وقت اللي تجيني أنا تحكم علي غيابي ب 87 مليون، وتجي تقول لي نجيك أنا اليوم أنا والأستاذة وكذا باش نشوف شنو الحل، وبعثوا لي أش قال لي؟ قال لي راهو أنت محكوم غيابي. شنو أعطيني شنو الحل؟ بربي اختي وين نوصل صوتي انا وين نوصل صوتك؟ قل لهم شنو حاجتك بالضبط للصلاه المعنويه. انا اختي انا مشيت لها، انا مشيت للرئيس المحكمه الاداريه ما وصلت لحتى حل، قلت لك مشيت للقصر السيقايس سعيد مرتين ما وصلت لحتى حل، مشيت مع موما للديوانه معناها باش هي ابتزاز شنو هي يبتزك نتاعك هذيا انت ويبتزك. أنا قلت له مستعد أنا يا خويا، ما يسالش أنا عملت معاه مطلب صلح ونشوفوا حل. قال لك لا أنت محكوم 87 مليون. يا أنت راه بالله يا ناس يا شعب يا 12 مليون تونسي، معقول هذا؟ جا ربي كيفاش؟ أنا أعطيني وين نوصل وين بيع؟ معناها نسلم من فيه كهرباء أنا نخليها مورد رزقي نخليه ونروح على روحي ونقول لهم السماح. مش معقول إذا كان أنت اليوم تقول لي أنت راهو سي فلان نتاع الوكالة الفنية للنقل البري، قال لك راهو خطا ماني مني، الخطا الماني نتاع عموما نتحملوا وين؟ معناها هما ولوا يغطوا على بعضهم. معناها كي نمشي انا نجي نشوفها معناها يغطي هما يغطيوا على بعضهم ونتحمل انا، معناها الكف ياكلوا المواطن مش كون باش ياكلوا وين؟ اعطيني انا حل بربي اختي شنيا شنيا معناها اخرتها شنيا معناها وين باش نوصل؟ معناها إذا كان ما يسمعني أنا حتى مسؤول لما جاوبني حتى توا عندي 4 شهور ومحكمة الإدارية ما جاوبتنيش. متضرر وواقف ونجري على عائلة ويعلم بيا ربي والأسيرونس قاعدة تبعث لي كهرباء موقفة والأسيرونس معناها بروفوكي قاعدة تبعث لي. معناها أنا راني يا أختي الغالية راني نجري على عائلة بربي شوف لي حل وصل لي صوتي لأي مسؤول بربي يا أختي معناها خليكم حتى رقم التليفون شوفوا لي راهم بالحق ثم عائلات مراي واقفة ثم كرام تاع ناس معناها الكوميرسيال كيما هكا ناس راهي ولت معناها بالحق معناها كان واحد جا ما جاش معناها متربي الحمد لله واحد وكذا نمدي دايرة نتاع الغير يا يعني أختي نزرق هذا الشيء حبوه. اعطيني نتاعي خلينا نمشي نسترزق ونمشي يا خويا نخدم على روحي وشوف لي اي حل هنا شوف لي فيها اي حل. ان شاء الله يا ربي تلقى حل وصوتك يوصل لنا. فهمتني؟ هذاك ايش عندي ما نقول انا معناها ان شاء الله يسمعني اي مسؤول هنا معناها ولا اي واحد معناها سوى اي مسؤول في الدوله نحب انا معناها توصل لي صوتي لاي مسؤول اختي وكا وتعاونوني وكا وكيف. قول اسمك ونمرك باش كان. اسعد بن عبد القادر. من عام 76 ساعتها جويلية نسكن فريانة شارع ابن خلدون رياض اندلس، رقم الهاتف 56 600 940. ان شاء الله يسمعوك يا ربي ومشكلتك تتحل. يا عايشك عايشك.